تحياتي. بعد ما أعلن لايبزيغ تجديد عقد مدافعه أوباميانكو، بعد ما بين أنه كوليبالي محصور بين فريق أو فريقين، أصبح هناك مدافع بنسمع باسمه تقريبا كل يوم بيرتبط بفريق جديد. هذا المدافع بحب أسميه أنا الأكثر طلبا في أوروبا، هو المدافع البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نادي إشبيليا، قلب الدفاع اللي بيلعب سواء على الجهة اليمنى أو اليسرى في مركز قلب الدفاع. تأخرت شهرة هذا المدافع كثيرا لأنه عمره حاليا 27 سنة، لكن حتى الآن ما لعب أي مباراة رسمية مع منتخب بلاده البرازيل. هذا المدافع اهتم به مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان. موسم واحد بس مع إشبيليا كان كافي يحوله لمدافع مطلوب جدا، مستفيد طبعا من نجاح الموسم وأداء الفريق الجيد تحت قيادة لوبوتيجي. قبل ذلك كان مع نانت الفرنسي لمدة 3 سنوات، واشتراه نانت من نادي اسمه أستوريل البرتغالي ب 1.3 مليون يورو فقط، ثم باعه بعد 3 مواسم ب 15 مليون لإشبيليا. والكلام انه الآن بكل الأحوال مش حيرحل بأقل من 50 مليون يورو، علما انه في قيمة فسخ عقد لديه 75، لكن مستبعد انه حدا يدفعها. بخصوص اللاعب وقدراته، أظهر هذا الموسم قدرات ممتازة بقراءة الهجمات، بالتركيز، بالثبات في المباريات الصعبة اللي واجهها ذهنياً. هذا الشيء بيخلي كثير يعتقدوا إنه جاهز يمثل فرق أكبر، فرق بتنافس على الألقاب. سرعته مناسبة للغاية لبعض أساليب كرة القدم مثل أسلوب يورجن كلوب أو أسلوب حتى بيبي غوارديولا. هذا الشيء بيخلي الناس كلها تعتقد إنه أقرب لإلهم. دييغو كارلوس موسم واحد فقط مع إشبيليا حوله من لاعب تقريبا ما بنعرف اسمه للاعب بيعرفه الآن كل أوروبا، لأنه ورد في كل جريدة في كل جنسية معينة، في إسبانيا، في إيطاليا، في ألمانيا، في فرنسا وفي إنجلترا أيضا ارتبط اسمه بفريق آخر ينتقل له هذا الصيف. يبدو أنه إشبيليا عنده لاعب ممكن يحصل من خلاله على مبلغ كبير يمول في صفقاته. بالنسبة لكم واللي شافوا دييغو كارلوس، شو رأيكم بمستواه؟ هل هو جاهز فعلا يمثل فرق زي مان سيتي، برشلونة، ليفربول؟ أم هناك نوع من التسويق بيقوم فيه نادي إشبيليا لمواهبه كما جرت العادة؟ اتركوا التعليق على الجواب واشتركوا بقناة سيرفي سبورت، والسلام عليكم ورحمة الله.